قبل كده عرفتك ايه هو البروتين الخام او بروتين فتح الله، وكمان فهمتك الفرق ما بين انواعه، سواء كان بروتين كونسنتريت او بروتين ايزولايت او ملك بروتين، ووضحت لك سعر كل نوع منهم والتركيز بتاعهم، وكمان عرفتك الفرق ما بين البروتين الخام او بروتين فتح الله او هيلمر والبروتين الجاهز او المستورد اللي زي الواي بروتين جولد ستاندر او نيتروتك. وقلت لك ان انت ممكن تستخدم البروتين الخام مكان البروتين المستورد لو امكانياتك ما تسمحش، وما تقلقش وعلى ضمانتي، ووضحت لك كل ده باسباب علميه وعقليه، الا ان ظهرت لنا بعض الاعراض او بعض اضرار للبروتين الخام. الحته دي تفوتني، لا ما فاتتنيش في فيديو قبل كده وضحت لك ازاي تتجنب اضرار البروتين الخام وتاخده بكل امان وبكل اريحيه وما تتاذيش منه. كل الفيديوهات دي انا هسيبها لك في الديسكريبشن تحت، ابقى شوفها بعد الحلقه دي. الا ان ظهر لنا بعض الاسئله، اهم سؤالين منهم، اول واحد ان ناس خايفه تتغش فبيسالوا ازاي نحصل على البروتين الخام من مكان امن ويكون بروتين اصلي ما نتغشش فيه. السؤال التاني ازاي نستخدمه، سواء كان كمية او كان طريقة تناول. السؤالين دول انا هجاوبك عليهم، ولكن بعد الفاصل استنوا. اهلا وسهلا بكم، ورجعنا تاني من جديد معاكم اخوكم طه حواش من قناة غاوة فتنس. بداية كده بقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. خلينا نبدأ بقى في حلقتنا. السؤال الاول اللي هو خايفين من الغش يا كابتن، فمنين نجيبه؟ حابب اقول لك كده ان اسم البروتين الخام في مصر بقى مشهور ببروتين فتح الله، يبقى انت عشان تجيبه من اول مكان تروح على فتح الله ماركت، اقرب فرع ليه. طب ماشي، جنبك فتح الله ماركت، يبقى انت هتشوف واحد صاحبك حلواني يكون شغال في مصنع حلويات البروتين الخام بينزل في مصانع الحلويات. طب ما تعرفش حد حلواني هتعمل ايه؟ هتشوف تاجر نظيف كده وتكون سائل عليه وتجيبه منه. طب ما تعرفش اي تاجر هتعمل ايه؟ هتروح على اي متجر الكتروني موثوق منه للمكملات الغذائيه، مثلا اي هيرب، بادي بيلدينج، اي متجر تحبه، وهتبحث عن البروتين الخام هتلاقيهم بيبيعهولك في شكل مغلف وشكل جميل برضه في صورته الاوليه. وفي شركات بيع مكملات في مصر بدات تعمل نفس الفكره، ممكن برضه تجيب منها زي جوسابس او ماكس ماسل، اي متجر انت تحبه يكون انت واثق فيه. النقطه الثانيه معانا طريقه الاستخدام. في طريقه الاستخدام لازم نتكلم في نقطتين مهمين، النقطه الاولى وهي الكمية، النقطة التانية اللي هي طريقة التناول بتاعته. لازم تعرف ان البروتين الخام زيه زي اي نوع بروتين تاني، اللي هو مكمل غذائي مصنوع لاستكمال ما ينقصك من النظام الغذائي مش اكتر. يعني يعني انت حضرتك ممكن نظامك الغذائي لو بيديك الاحتياج اليومي من البروتين يبقى انت كده مش محتاج ولا بروتين خام ولا بروتين مستورد. طيب طبيعة عملك بتفرض عليك ان انت تاكل وجبتين بس، يعني بينقصك من حوالي 50 جرام ل 70 جرام بروتين ما بتقدرش تاخدهم من النظام الغذائي. هتروح على طول تشوف اول حاجه التركيز اللي انت هتاخده ازاي. لازم تحدد نوع البروتين الخام اللي انت هتاخده، لان البروتين الايزوليت بيديك تركيز حوالي 90%، يعني 90 جرام في كل 100 جرام بروتين ايزوليت. ممكن تاخد بروتين كونسنتريت اللي هو بيديك حوالي 80% اللي هو 80 جرام بروتين في كل 100 جرام بروتين كونسنتريت. الملك بروتين بيبقى من حوالي 70 بيصل الى 90%، يعني 70 جرام بروتين في كل 100 جرام ملك بروتين او 90 جرام. يبقى انت كده بتحدد التركيز اللي انت هتاخده، وبعد كده بتحدد الكميه. مثلا لو تركيز 90% يعني عشان تاخد 50 جرام من الايزوليت هتاخد حوالي يعني 60 جرام بروتين،
طب لو من تركيز 80% هتاخد من حوالي 70 ل 80 جرام بروتين. طيب يا كابتن، هل في حد اقصى ممكن اوصل له؟ يعني ممكن اخد 100 جرام بروتين خام او 150؟ لا، هنا هقول لك وقف. الفرق ما بينه وما بين البروتين المستورد في موضوع الانزيمات الهاضمه، ان هو ما فيهوش انزيمات هاضمه، فبالتالي كل ما بتكتر بتلاقي نسبة كالسيوم عالية، فبالتالي انت كده هتضر الكلية بتاعتك، وكمان بيبقى بطيء الامتصاص، فبالتالي هتبص تلاقي نفسك عندك انتفاخات والدنيا هتبوظ معاك، وكمان هتبوظ مناخير الناس اللي جنبك اللي مالهمش اي ذنب والله. فحاول ان انت ما تعديش 90 جرام بروتين كل يوم، الا اذا كان بروتين ايزولايت، ده بيبقى سريع الامتصاص، وكمان حاول تاخد معاه انزيمات هاضمه. طيب كده انتهينا من اول نقطه في موضوع طريقه الاستخدام. النقطه الثانيه، ازاي اتناوله؟ اول نقطه معانا فيها ان انت ممكن تاخده على ميه، على لبن، على عصير اللي انت حابه. طيب يا كابتن، انا ما بحبش ادوق طعم اللبن، انا اللبن مثلا ما بيحبنيش زي ما بقول. طيب انت ممكن تعمل بيه سناك بروتين، ممكن تعمل بيه كيك، ممكن تستغله في اي حاجه تانية. هسيب لك في الديسكريبشن برضو طريقة استخدام البروتين الخام في سناك بار بروتين كويسة جدا وبالشوفان. وبكده يكون الحلقة بتاعتنا انتهت لغاية كده، واستنونا في فيديو جديد بإذن الله، وما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا اللي قبل كده هتعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.